والأدلة النقلية متقاطرة على استحالة رؤية الله تبارك وتعالى من هذه الأدلة النص الظاهر الصريح التي في سورة الأنعام. فالله عز وجل يقول في وصف نفسه ممتدحا بعظمته وكبريائه وجلاله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذا النفي نفي قاطع جادل، فيتعذر بأي حال من الأحوال أن يكون الله سبحانه وتعالى مرئيا للأبصار، لأن الرؤية هي الإدراك المنفي هنا. وحاول الذين أثبتوا الرؤية أن يجيبوا عن هذا الدليل إجابات متنوعة، وقد سلكوا في ذلك مسالك قبلا، ذلك لأنهم تباينت أفكارهم وأنظارهم في هذه المسألة ولم يرتكزوا عن شيء معين ولم يرتكزوا على شيء معين. فمنهم من قال بالتفرقة بين الرؤية والإدراك، وهذا قول طائفة كبيرة من العلماء، قالوا إن الرؤية لا تستلزم الإدراك، فالإدراك هو الإحاطة بالمرئي، والرؤية لا تستلزم الإحاطة به. وجوابنا عن هذا لأن إدراك كل شيء بحسبه، وليس من لوازم الإدراك الإحاطة بالشيء المدرك، فإدراك اليد مفيتها، وإدراك الأذن سمعها، وإدراك العين رؤيتها، وإدراك العدو تسلطه وقهره. وهكذا يقال في شتى صنوف الإدراكات، وقد جاء في كتب اللغة ما يؤيد ذلك، ففي القاموس ولسان العرب الدرك اللحاق، وليس ذلك فحسب، بل جاء في لسان العرب: وأدركته ببصري أي رأيته، هو عين الرؤية أي إدراك البصر. لا فارق بين أن يقول أحد أدركته ببصري أو أدركه ببصري أو أن يقول رأيته. وتدل على ذلك استعمالات كلمة الإدراك بحسب اشتقاقاتها المتنوعة، فالعرب تسمي المطر المتلاحق التي تتصل كل ذيمة منه بذيمة قبلها، تسمي هذا النوع من المطر المطر المتدارك، والتفاؤل تشارك بين الجانبين، فإذا التدارك هو التلاحق. وليس من المعقول أن تكون كل ذيمة محيطة بغيرها، بحيث تكون هذه محيطة لهذه وهذه محيطة بهذه، كما يقتضي ذلك التفاعل الذي يدل على التشارك، وإنما المراد ما قلته من التدارك من التلاحق. ويقول الله سبحانه وتعالى في ذكر أهل النار والعياذ بالله: حتى إذا اداركوا فيها، وأصل اللفظ تداركوا فيها، والتدارك المقصود هنا هو التلاحق، وليس المراد حتى تحيط كل طائفة منهم بطائفة أخرى، وإنما المقصود أن يتلاحقوا بحيث يجتمعون جميعا في النار والعياذ بالله. والعرب تقول: أدركه السهم، والسهم لا يحيط به وإنما يلحقه. ويقول الإنسان: أدركت حياة فلان، مع أنه لم يعايشه إلا في السنين الأخيرة من حياته، كأن يقول حفيد إنه أدرك حياة جدي، وهو لم يعايش في جميع عمره وإنما عايشه في السنين الأخيرة منه. ولو كان الإدراك بمعنى الإحاطة لاستحال أن يقول أحد: أدركت حياة فلان، إلا وهو محيط بحياته من أولها إلى آخرها، فيمتنع أن يقول الحفيد مثلا: أدركت حياة جدي، وهو لم يحط بحياته من أولها إلى آخرها، وباستعمال شاهد على خلاف ذلك. فهذه الأدلة كلها دالة على أن إدراك البصر هو رؤيته. ويعضد ذلك تفسير الصحابية الجليلة
أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم أن مسروقا روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قولها: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله سريا. من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله سريا. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست وقلت: يا أمه أنظريني ولا تؤجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه نظرة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت: أن أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلقه الله تعالى عليها إلا مرتين. ثم تلت قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلو كان هنالك فارق ما بين الرؤية والإدراك لكانت عائشة رضي الله تعالى أحرى أن تعرف ذلك، مع أنها عربية اللسان وقد تربت في مهد الوحي وتغذت بمعارفه وعرفت علوم القرآن وتلقت معارفها عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فكيف تجهل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التفرقة بين الإدراك والرؤية؟ ويعرف ذلك من جاء من بعدها بقرون كثيرة، مع أن الشواهد من كلام العرب تؤيد ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد جاء أيضا في بعض الروايات أنها رضي الله تعالى عنها سئلت: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء؟ فقالت للسائل: لقد قف شعري مما قلت. ثم تلت هذه الآية الكريمة وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري. ذلك يدل على أن الرؤية بمعنى الإدراك، على أن الإدراك بمعنى الرؤية، وعلى أن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة، لأن في الآية الكريمة انتباحا من الله سبحانه وتعالى بانتفاء الرؤية عنه واستحالتها عليه. ولا يمتدح الله تبارك وتعالى بشيء إلا وذلك الشيء كما امتدح سبحانه وتعالى به، فإذا امتدح بإثبات شيء فذلك الشيء لازم له، وإذا امتدح بنفي شيء فذلك الشيء منتف عنه في الدنيا وفي الآخرة، لأن عظمة الله لا تتحول ولا تتبدل وصفاته لا تتغير. فكما أن الله سبحانه وتعالى متصف في الدنيا والآخرة بنفي السنة والنوم عنه لقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، ومتصف في الدنيا والآخرة بانتفاء الصاحبة والولد عنه لقوله: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ومتصف في الدنيا والآخرة بانتفاء الظلم عنه لقوله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فإن امتداحه سبحانه وتعالى بنفي الرؤية عنه في هذه الدنيا دليل على انتفائها عنه في الدنيا وفي الآخرة.